السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد أو شونغ إكس بونغ. يا جماعة حاب أقول لكم قبل لا نبدأ بأي شيء، أسأل الله أن يسعدكم كلامكم وتفاعلكم في مقطع القصة اللي فات. والله يا إنه مو صدمني، جلطني، لكن الله يسعدكم. أبي أقول لكم شيء عشان أرتاح الآن. والله شوفوا، أنا ماني مجهز في عقلي الآن قصص، لكن أنا بأسولف يا عيال. إذا السوالف عاد بيض أنتم مشوا، وإذا عجبتكم أنتم سلكوا عشان أنا أتحمس وأبدأ أجيب فضايح زيادة. أنا والنوع اللي أنت بدحني ازهل الباقي، عطني شهرين القناة تتقفل. أبو بنك سلام عليكم. اليوم بنسولف وبنقول قصص أو مواقف جايه براسي قبل فترة. تناقشت مع الشباب اللي في البث المباشر عندي في تويتش وقالوا قولها بيوتيوب. قلت ما أدري أقولها، ليش ما أقولها؟ أنتم تبشرون وتمرون، فأتمنى أنها تعجبكم. ترى والله إني ما أدري إيش بقول، بس إنه في يعني كذا موقف. بنتكلم على مواقف أنا ما نسيتها في حياتي، لأنها كانت مو كل مرة تمر علي، نادرة تصير للناس وصارت لي أنا. خلونا نسولف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنت الآن جايب مسلياتك ومفرحاتك عزيزي المشاهد، خلينا نبدأ بموضوع صار لي أول ما نقلنا بالحي الجديد عندنا وبحارتنا الجديدة قبل تقريبا 4 أو 3 سنوات. كنت توي داخل جامعة، كانت هذه بعد فترة طويلة. طبعا أنتم تعرفون الانترا سيارتي كيف أبوي عاملها وأبوي يعتبرها زي إيش، تعرفون أنا كيف كنت يعني أعتبرها بعد زي إيش، يعني سيارة في النهاية والواحد لازم يحافظ عليها. في يوم من الأيام يا جماعة الخير على الساعة 12، كانت تقريبا إجازة لأني كنت طالع برا البيت، أنا ما أطلع في الإجازات غالبا. كنت راجع البيت على الساعة 12 يا جماعة الخير، الحالي مار البقالة قبل لا أرجع، معاي مسلياتي مفرحاتي، رافع صوت المسجل وتوي داخل الحارة. خلوني أشرح لكم هالحارة بشكل مختصر. حارتنا يا عيال من الحواري الجديدة عندنا في الدمام وفي الشرقية. الحواري الجديدة تكون البيوت توها فيها عظام أو أساس، وتكون قدام البيت يا في اسمنت، طوب، رمل، تربة شوي، مسامير كذا على جنب، يعني فيها يعني الشارع ما يكون مستوي، سادة شارع زفلت. المهم أحمد ذاك اليوم مخه كان خربان شوي، ما أدري وش كنت أفكر حزتها. كانت هذه يا عيال تقريبا على بداية القرارات اللي طلعت عندنا إن أي شخص يفحط أو إذا صادوه يفحط على المرة الأولى 20,000، وتعرفون الأوامر اللي طلعت قبل فترة والعالم هجدت بعدها. أنا عشان تعرفون أنا إنسان مسالم، أنا ماني بالمشاكل، والله يا عيال أنا بس أطالع، لكن ما أسوي، أتفرج على العالم كذا من بعيد، أشوف مقاطع، لكن ما عمري طبقت. ذاك اليوم يا عيال أنا كنت راجع البيت مستانس، بيتنا على نهاية الشارع، تمام؟ مسكت الشارع اللي لو أمشي سيده خلاص بيتنا آخر بيت في الشارع، تمام؟ وأنا جالس قاعد أسوق الإنترا الحالي ومستكن ومستانس والموسيقى كذا وأغاني شوي على صوت خفيف. قبل تقريبا بيتنا ب70-80 متر طلعت على يميني في الأرض، لقيت كذا رملة طيبة، رملة كذا حلوة، تعرفون الرملة الخفيفة مع الزفلت كذا، رملة طرية تشهي. الرملة هذه أغرت مخي، أغرت الدرباولي داخل مخي. قعدت أطالع بالرملة من بعيد كذا، وأنا هديت السرعة قعدت أمشي على 20-40، هديت هذا كنت مهدي. نظرت في القزازة اللي على يميني، الشارع فاضي. نظرت في القزازة اللي على يساري، فاضي. تلفت يسار، فاضي. طلعت قدام عند بيتنا، المواتر موجودة وكل شيء سليم، الشارع فاضي، الدنيا فاضية، الحارة فاضية. هنا بدت الخطة تطلع من المخ التعبان. رفعت صوت المسجل شوي زيادة وعطيتها نظرة أخيرة على اللي وراي، والله يا عيال إن ما كان في ولا نسمة في الشارع، وآخر الليل وحارة جديدة، مستوعب كيف ما في أحد من أمه هناك؟ أول ما تأكدت إن المكان فاضي وما في إلا أنا الحالي، قلت والله ما خليها بخاطري، وارفع صوت المسجل شوي وأناظر عيني بالرملة اللي قدامي على اليمين الخفيفة هذه الطيبة، وادعس الموتر شوي وأروح معده وأعطيها جلط. وانا ماشي الموتر ايش سوى؟ موتر سوى كذا ورجع كذا، عطاها كذا قحصه خفيفه، والذي نفسي بيده والله العظيم يا عيال. يوم مسكت الموتر صار سيده، رفعت راسي في المرايه، مين تتوقعون وراي؟ مين حصل؟ دوريه. الشارع كان فاضي، ما كان في احد قدامي ولا في احد وراي، شوي اول ما لفيت عيني ونظر وراي الا دورية. اول ما طلعت الدورية وراي، تعرفون اللي جت على الجرم بام عينه، على الجرم جت، والموتر كان كذا وصار كذا. يوم رفعت وطالع وراي ان الدورية جاية،
يا عيال الله لا يجعلكم تحسون بالشعور اللي جاني ذاك الوقت. قعدت في السيارة وأنا ماسك الطارة أقول أشهد أن لا إله إلا الله يا رب يا رب، والدورية قاعد تقرب مني أكثر وأكثر، ما شغل استفاتي ما سوى شيء، قلت شكله ما انتبه لي. قلت تقدمت لي صار بيني وبين البيت تقريبا 30 متر، البيت قدام عيني بالضبط، أبي أروح أصفط على أساس أقول له إني كنت أوقف عند باب بيتي. يوم شافني دزيت ويدز وراي أعطاني قق أعطاني قق، أنا ما وقفت كملت بعد أتسحب تقريبا بمشى 20 مهدي مرة، ما شافني وقفت شغل السيفتي. اول ما شغل سيفتي ولحم وراي انا يا عيال خلاص انا معدوب، انا والله اني اختلفت، ضاعت علومي، الدمعه بعيني شايب وعوارض وشنب ودمعه بعيني، ما عاد اقدر استحمل. قعدت في السياره كذا انتظر ايش يسوي، ما ادري انزل ولا اركب موتري ولا هو يجيني، ابوي لا يطلع من البيت ويشوف يسمع صوت الدوريه، ما شغل اي اصوات الى الان. تمام ركز معايا الان باللي بيصير ضروري، الامور بدت تتقروش مره، انا ارتبكت وتوترت وعرقت مره. شغل السفاتي وقفني والسفاتي مشغلة، البيت زي ما قلت لكم بيتي قدامي، أنا هنا ماني في وضعي الطبيعي، أنا جدا متوتر يا عيال. مستوعبين أن التفحيط غرامته 20,000 ريال؟ فوق هذا كله أنه قدام بيتي، واللي يخبن ويقهر أنه والله إنها أول مرة، أنا ما يراعي السوالف هذه، أنا إنسان مسالم ماني بحق السوالف، لكن إبليس كان معزز معي حزتها حسبي الله عليه. جلست بموتري يا أخوان أنتظر، انزل من موترك ارفع يدك، ما ادري احسبها قران، ما ادري ايش اتخيل، انا خلاص قلت بتكلبش. نزل من موتره العسكري الاول، هم اثنين، راح لين عندي يبغى يشوف انا بوعي ولا لا، لف علي طالع كذا بالقزازه ضرب قزازه مرتين، وانا المشكله اشوفه قاعد يجيني بس ما لفيت من زود الخوف، ضرب قزازه ضربتين ولف راسي كذا طالع فيه وافتح الدريشه، قال لي انزل من الموتر. نزلت من الموتر وانا قاعد كذا أرج. بعد ما نزلت وأنا مرة قامت طالع فيني العسكري كذا، قال فيك شيء أنت؟ عسى ما خلاف، شك بوضعي شوي. موتري كان شبهة، ليش؟ لأني مظلة القزازة الأمامية والقزازة الخلفية، وغير كذا أن الحارة جديدة ودائما تجي بلاغات وشكاوي من الناس أن في ناس يزرفون مواد بناء من العماير اللي قاعد تنبني، كان هو يحسبني أنا مسوي جرية ولا مسوي علم وما يدري إيش السالفة. وسبحانه ربي على مس سحبة الجلط حقتي كان هو توه جاي، خذ اثباتي طلبني الاثبات وطلبني الرخصة وقال لي خليك هنا، وجلس يفتر فتش في الموتر، فتش في الموتر ما لقى فيه اي شيء، موتر سليم، مسليات من البقالة واغاني كذا، حتى اغاني ناس مو حقين مشاكل، اغاني ناس بريئة. ركب موتر هو خويه وخلاني جالس برا الموتر انتظر لما يخلص هو خويه. في هذه الاثناء يا عيال انا كل مالي اتوتر زيادة، أفكار اللي بمخي قاعدة تزيد أكثر وأكثر، قاعد أقول الحين بتجيني مخالفة 20,000 ريال وبتسطح موتري وبأنحجز، ولو يدري أبوي وش بسوي وما أدري إيش. قلت بنفسي لازم أسوي شيء الآن قبل لا يقدمون بلاغ أو يكتبون أوراق ويعطيني المخالفة وخلاص يصير الموضوع انتهى الموضوع. وهنا كان القرار الجريء اللي اتخذته أنا، قلت أبا أروح أكلم العسكري هو خويه وبحاول إني أخليهم يمشوني، بروح الموتر العسكري. طبعا في الأثناء هذه سفاتي باقي شغالة حقة العسكري واقف ورا موتري، فتح الدريشة قال لي نعم، أول ما قال لي نعم وينزل لكم هذاك الأسلوب من السماء وامسك العسكري طلبات، أنا طالب ذا الوجه تكفى يا طويل العمر وأعطيه من الكلام اللي يلين القلب، تكفى أنا طالبك والله والذي نفسي بيده إني ماني راعي ذي الحركات، وانهزله وكلام. حاولت قدر المستطاع أسوي وجه البريء عشان أكسر خاطرهم، لكن أنا ما كنت أدري إن الشباب الله يجزاهم خير العسكري وخويه كانوا طفشانين ويبغون يدورون على ظهري. فاللي صار قعدت أكلمهم يا جماعة الله يرحم والديكم، والله العظيم مني مالي بالسوالف هذه، وأطلبهم وما ونزلوها وحرام عليكم والله 20,000 بيجيم. قال إيش 20,000؟ 20,000 وسطحة وموتر محجوز وأنت محجوز، وقاعد يقول لي من الكلام اللي يبكي الجماد. في الأثناء هذه اللي قاعدة فيهم أحاول قدر المستطاع أنهم يسامحوني، لأن غلطتي بسيطة جدا، أنا غلطان بس أنا مرة صغيرونة يعني جلط خفيف، وأنا جالس أكلمه قاعد أطالع قدامي يا عيال إلا باب البيت انفتح. أول ما انفتح باب البيت مين تتوقعون طلع؟ لا مش أبوي، لا مش أمي، أخوي فيصل الصغير. طلع أخوي فيصل الصغير من الباب يطالع كده من بعيد وأنا أطالع فيه ما أبغاه يجي، وطالع بالعساكر هم يتكلمون، وطالع فيصل أخوي، الأدرينالين عندي بدأ يتوتر، بدأ يتنفس بسرعة. أول ما فتح فيصل أخوي الباب وينفتح الباب اللي جنبه
ويفتح السواق الباب. اول ما فتح السواق الباب قلت بس هنا الوضع بيكبر اكثر، لازم اني اهدي الموضوع واحاول اني اسوي اي شيء. قعدت اكلم العساكر، الادرينالين عندي ارتفع، مخي قاعد يطبخ، متوتر. ليش متوتر يا عيال؟ عشان خايف ان ابوي يدري بالموضوع كله، لان ممكن اني اقدر بعدين ان عن طريق اي احد اقدر اخليهم يتنازلون او يسمعوني او يعني باي طريقه واسطه او اي شيء الموضوع يصير ابسط. والعساكر قاعدين يكلموني وانا اطالع من بعيد الا اشوف السواق طلع على الشارع، دخل يده باللفه حقتها دي حقت الهنود، عرفتوها الوزاره ما ادري، دخل يده كذا طلع الجوال سوى كذا قدام عيني وحطاه باذنه. انا عرفت ايش بيسوي، انا قلت ايش بيسوي، خلاص قلت بيكلم ابوي. طبعا بيته يا عيال دورين، والدور اللي فوق فيه دريشه من غرفه ابوي وطلع على الشارع على طول. اول ما جاء الاتصال، طبعا احنا بليل اقدر اشوف الانوار من الدرايش واذا انفتحت، واحنا بليل والسفاتي شغاله، انفتحت الدريشه حقت غرفه ابوي. هنا 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 زد، هنا هنا الطين زاد بله، البول كله مع الطين انخرط خلاص راحت. مسك ابوي الجوال وفتح الدريشه، قعدت اطالع فيه من بعيد وطالع بالعساكر اسوي نفسي ان الامر طبيعي واضحك وابتسم كذا بشكل خفيف، وقاعد اكلم العساكر والف وجهي كذا، والقى ابوي ماسك راسه ماسك الجوال ويقفل الجوال ويقفل الدريشه. انا هنا يا عيال والله العظيم ما عاد قدرت اتماسك نفسي، قعدت اكلم العساكر انا طالبك الله يرحم والديك، هذا بيتي قدامي وهذا بيتي قدامك، تكفى يا طويل العمر مش هذه المره، عطني مخالفه على اللي تبغى لك التفحيط، والله لو يدري ابوي ارتفع لي غلطه وكلام 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 وكلام. قعدوا يمطلون، ما مرت تقريبا دقيقه ونص الا باب الشارع مفتوح. طبعا فيصل اخوي والسواق دخلوا، طبعا احنا ما احنا في مسافه بعيده، انا اقدر اسمع واشوف الباب من قدامي، بس هم ما يدرون هذا بيتي الى الان، ما دروا الا في الوقت الاخير اللي قلت فيه انا تكفون هذا بيتي لازم مني يعني انهي الموضوع معهم بدري. اول ما فتح الباب والله يا عيال طلعت ابوي بسروال وفنيله، هذه الطلعه ذكرتني موقف بقول لكم بعدين ايام من الابتدائي، كانت الطلعه حقت الضربه القاضيه اللي لو مسكني بيدي ومع شرطه بينهيني بيقول انا مسوي عيد. جاء ابوي طويل العمر بسروال وفنيله من بعيد منك، فطلع ابوي على الشارع. اول ما طلع ابوي على الشارع وكان مقبل علينا ولف على العساكر واقول انا طالب انا افدى ذا الوجه، شوف هذا ابوي وانا خلاص يا عيال في مرحلتي الاخيره اللي ما عاد بقى الا اقول له تكفى. لو وصل ابوي وانا اطلبهم على التفحيط ما راح يسحبني، بقول بعد بس اطلبهم انت غلطان وبينتهي الموضوع، كان في امل بسيط اني اقدر احل الموضوع فيه. المهم ابوي كل ما له يقرب وانا جالس اتكلم بسرعه واطلبهم ويرحم امكم، هم يطلعون فيني ويطلعون في ابوي وهو قاعد يقرب. انا ما يأست، قعدت احاول الى اخر رمق، وصارت فيني المرحله خلاص اني لو باتكلم زياده بيدري ابوي ان العلم موقفيني على شيء كبير. العساكر ساكتين من اول ما بديت اتكلم انا ومن طلعت ابوي. انا في الاثناء هذه خلاص يا عيال الله لا يجعلكم مكاني، وقفت اول ما وصل ابوي سلم ابوي، انا من القمطه ما عاد رضيت السلام، وقفت انتظر العسكري يطلع دفتر المخالفات يعطيني المخالفه حقت ال 20,000 قدام ابوي ويمسكها ابوي ويحطها في وجهي يطبعها طبع. ردوا السلام على ابوي، قال لهم ابوي سلامات عسى ما شر. وانا بديت اسمع الصوت حق الكف هذاك عرفتوه اللي جاني يوم البوكس اللي تري في الاذن، بدا الصوت يجيني كذا على خفيف وانا مدلوخ انتظر الطراق يجي من يساري وانتظر العشرين الف تجي من يميني، خلاص خربت. وطالع في العسكري ويطالع فيني العسكري ويطالع فيه ابوي ويطالع فيني ابوي، نقعد نطالع ببعض. ابوي عرف انه في علم، قال عسى ما شر يا حضره العسكري، وش مسوي الولد؟ نزل العسكري من موتره وقلت انا خلاص انا بواجه الامر وبتقبله بتحمل اللي يجيني، خلاص يا احمد انت غلطت استحمل الغلط حقك. اول ما نزل ونظرت في العسكري كذا واعطاني النظره الاخيره نظره البريء اللي تكفى خلاص ما عاد اقدر، بس بدون كلام طبعا من العيون خلص من عيون، لف على ابوي قال له يا ابو احمد ولدك مخالف تضليله الموتر. وقفنا، اول ما قال تضليله الموتر استرست مره استرست مره، قعدت اطالع وانا مصدوم مره، قعدت اقول هذا ايش قال تضليلة موتري؟ لفت على ابوي قلت معليش يا ابوي والله انها تضليلة، بس انا بس كنت مغمق لون التضليلة حقت القزازة ومخالفة، الحين انا ب 150 ريال بسدد وخلاص تنتهي الامور. طالع فيني ابوي كذا وطالع في العسكري، قعدت انا اتلفت قلت يا رب يتكلم زيادة، وقامت مرة يوم لفت وجهي على العسكري الثاني لقيته مبتسم، اول ما ابتسم العسكري الثاني والله يا جماعة ان كان الدنيا اشرقت من جديد نورها وتلعلعت كلماته
انا بالاثناء هذه عيال مصدوم، المشاعر عندي بدات تتلخبط، ما عاد ادري هل اقوم ابوس راسه قدام ابوي بس ابوي بيعرف انه في علم زياده، ولا ابلع تبن واروح اكمل الفيلم انها تضليله بس المخالفه عليها. جلس ابوي يتكلم قدام العسكري وصار بينهم حوار، قام قال له تضليله متاكد؟ بس قال ايوه مظلل هو وهذه مخالفه، ويطلعها خوي طلعت جاهزه من زمان والفيلم كان ماشي علي فقط تسليه وقت، شافوني كذا لحالي اخذ لك تعالون جدول عليك. خليت المخالفه من العسكري وقعدت اطالع فيها وانا مستانس يا عيال كاني ماخذ شهاده مو مخالفه من الفرحه اللي فيني. قريت تضليل فقط استانست مره، قعدت اطالع في ابوي واطالع فيهم، ابوي حاسس ان في شيء غلط في الموضوع، يعني مستحيل اني انا بكون متقروش كل ذي القروش عشان تضليل، تضليل بسيط مخالفتها بسيطه وتنفك وامور ان شاء الله تمشي سليمه، لكن وجهي والتعريق اللي فيني يقولني ذابح واحد ورا في العماير. في الاثناء هذه انا خايف ان زله واحده مني تجيب العيد، فحاولت مره اني انهي وقف الموضوع، قلت يا ابوي والله انا مغيب بس تضليله هذه بفكها الحين والامور طيبه، ومخالفه انا بسددها انا من مكافاه الجامعه 150 مخصوم 150. لفيت بالعسكري قلت الله يبيض وجهك يسعدك واعذرني على القصور يا طويل العمر هذا الان بفكك قدام. قال العسكري في الاثناء هذه اسمع يا ابو احمد، انا هنا خفت يا عيال شوي مو مره شوي ليش؟ لانه مبتسم كان. قال سدد المخالفه قبل 30 يوم عشان ما تتدبل وان شاء الله يعني ان الولد ما يخالف مره ثانيه. طلعت فيه كذا فهمت وش يقصد، طالع فيني فهمته فهمني فهمنا بعض صرنا ممتازين دق سلفه توكل على الله. طالع فيني ابوي قال احمد؟ قلت نعم. قال وقف الموتر قدام، رحت مشيت وقفت الموتر قدام، نزلت من الموتر، طالع فيني قال هات، قلت ايش؟ قال هات، عرفت انه يقصد المفتاح واعطيه المفتاح ويسحبه، قال والله ما تشمه لين ما تصير رجال ويدخل البيت. دخل البيت قفل الباب بوجهي، جيت ابي ادخل دقيت الجرس، طلع لي اخوي فيصل جاب لي موس، قال ابوي يقول والله ما تنام لين ما تفك التضليلات. هذه كانت سلفتنا لهذا اليوم، فكينا التضليله، انسحب موت لي 3 ايام، اتعبت واعتبرت من الموقف، الله يوفق الشخص اللي انقذ حياتي من الدمار الكلي. موقف مستحيل انساه، مر علي قبل فتره، المشاعر تلخبطت، ما عاد كنت اعرف افرح ازعل بس صدمت في النهايه. هذه كانت سالفتنا لهذا اليوم، اتمنى انها عجبتكم، هذه احد المواقف اللي تصير لي ونادرا تصير لاشخاص في الحياه العربيه، لكنها صارت لي انا من بين 100 من بين 1%. صارت لي، اتمنى انكم استمتعتوا معنا في قصه اليوم، قصه خفيفه، الله يسعدكم ويعطيكم العافيه على دعمكم. اذا عجبك المقطع واستانست واستمتعت معنا لا تنسى اللايك، هذا الشيء يحمسني مره ويخليني اتحمس اكثر اني اقدم لكم محتوى يليق بك عزيزي المشاهد. اسال الله انه يسعد كل شخص ينظرني الان وصل لاي دقيقه، وصل الدقيقه هذه، شكرا لكم، احتاج اشرب موي عطشت وانا اتكلم. هذه السالفه كانت من السوالف اللي مرت علي يعني في سالفه بدي فاهمين صح؟ ما بيطول عليكم، طلب اخير يا عيال، تابعوني على السناب، انا على السناب احتاج منكم بس تفاعل عشان انا اتحمس هناك ابربر. الله يعطيكم العافيه، السناب بيطلع الان قدامكم، ضيفني بعد ما تحط اللايك وتشترك، تاكد انك مشترك. يا الله والله يا اني بتر طلباتي كثير، خلاص اشترك بس وفعل الجرس وحط لايك وتعالي في السناب وديني في الانستا في تويتر. السلام عليكم، اللهم صل على محمد، السلام.